السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا، يا مرحبا ويا مسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج تراحيب. حياكم الله مشاهدينا وحياك الله ناصر، وفي حلقة الليلة معنا الدكتور يوسف المسلماني والدكتور عبد الله الكحبي اللي راح يكلمونا عن أول عملية زراعة كلى في قطر. كذلك بيكون معنا الشيخ عايض القحطاني وبيكلمنا على تفاصيل حملة راف لدعم الشعب السوري. نعم، وفي برنامجنا أيضا بنتعرف معكم على حملة كلنا مع الدكتور خالد عبد النور. كل هذه المواضيع بتشوفونها الليلة إن شاء الله مشاهدين، إضافة إلى أخبار كثيرة ومتنوعة، وإن شاء الله نأمل أنها تنال على إعجابكم وإعجابنا، ولا إيش رأيك يا سمي؟ نعم أبو مبارك، ولكن مشاهدينا راح نبدأ مع مؤسسة راف اللي تقدم الدعم والمساعدة لأخوتنا السوريين أينما وجدوا. هي شاركت في حملات الإقاثة إلى جانب إطلاقها لحملات خاصة بها، كان آخرها حملة جمع المساعدات العينية. المحسنين في قطر الله يزيد ويبارك كثير، وهم ما يقصرون في حق الأخوان والأشقاء، وجزاهم الله ألف خير لقاء حسناتهم. مدير مؤسسة راف الشيخ عايض القحطاني معنا في الاستوديو يحدثنا إن شاء الله عن حملة راف لدعم أخواننا السوريين وعن دور المحسنين القطريين في هالموضوع إن شاء الله. يا مرحبا ومسهلا بك معنا، ونرحب فيك معنا في تراحيب. البداية يعني ودنا تكلمنا عن آخر حملة اللي هي جمع التبرعات العينية. أولا الله يحييكم جميعا، يحيي أخوي مبارك ويحييك أخوي ناصر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين. والله يحييكم إن شاء الله وبيض الله وجهك ووجه ربعكم كلكم، ما قصرتم إن شاء الله. ويحييكم جميعا ويحيي المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة موضوع الحديث عن العمل الخيري له فلسفة خاصة، ولما يتم الحديث عن العمل الخيري خاصة في الفترة الحالية أقولها بكل فخر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها مخلصة لوجهه الكريم. الناس تنظر لأهل قطر، وأهل قطر كان لهم دور في هالزمن، وترى التاريخ يسجل من اللي يفزع ومن اللي يعين ومن اللي فعلا يقف مع المسكين والمظلوم في هالوقت. نعم. وفعلا أهل قطر كان لهم دور كبير جدا في موضوع إغاثة أهل سوريا وغيرهم، كان قبلها الصومال أيضا، كان قبلها أيضا باكستان، لكن كان في مرحلة الشام غير تختلف، لأن في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشام قال عليكم الشام عليكم الشام عليكم الشام، لا خير فيكم إن فسد أهل الشام، إن الإيمان يزعر إلى الشام. إذن كل القضايا قاعدة، والشام هي المحطة الأخيرة اللي كل الناس بيحشر عليها، أرض المحشر والمنشر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج منه بعض من الأحاديث وخرج منه بعض من المسارات النبوية في هالجانب، كان كلها تؤشر إلى الشام. لذلك عظم الشام عندنا مهم، وهذا كان منطلق يعني مساعدات أهل قطر اللي جات لأهل الشام اللي ظلموا ظلم عظيم ما يعلم فيه الله سبحانه وتعالى. ما أحد ظلم في الأرض من يوم خلق الله الخليقة حتى أيام التتار مثل ما ظلم أهل الشام، قتلوا وشرد بهم وقتل أطفائهم واغتصب أكثر من نصف مليون مغتصبة وشردوا في كل أرض، ولا أحد يعني رفع عنهم هذا الظلم إلا أهل قطر ومن أعانهم في هذا الجانب من المحسنين الأخفياء الأتقياء اللي الله سبحانه وتعالى جعل الخير على يديهم في هذا الجانب. والله شيخ عايض يعني شهادة لله، من يوم ما بدت الحملات وإحنا شهادتنا فيكم مجروحة يشهد الله يعني، وفي إخواننا وهالقطر وكل اللي موجودين على أرض بلادنا شهادة لله يعني الحمد لله ما قصروا، سواء من مواطنين مقيمين. إحنا نشوف هذه الجهودات اللي بذلتوها من أول يوم إلين الحين. إحنا الحين نبيك تكلمنا عن هذه المساعدات، وبالأخص المحسنين اللي قاموا بهالواجب واللي ألفتوا انتباهك. نعم طبعاً، حتى لا أنسى ترى مع أهل قطر مقيمين ومواطنين شركاء آخرين مثل أخواننا في تركيا وأخواننا في أيضاً في بعض دول مجلس التعاون في هالجانب. لكن الفترة الحالية بدأنا ننوع في طرق المساعدات. الناس تحتاج هناك إلى لقمة العيش. الناس والله جينا قبل أسبوع من أورفا، مخيم اشتركنا فيه مع أخواننا في جمعياتنا الخيرية في قطر، والله يقولون يجونا بوجبات خبز وإدام بسيط، خبز وإدام بسيط، هذا الفطور والغداء والعشاء نفس المادة. يقولون احنا بنتعود نصبر ما عندنا مشكلة، لكن عيالنا قضية نقص الحديد فيهم، أيضا نقص الغذاء خاص بالأطفال، الأطفال الصغار بالذات الرضع، وهذا الرضع عندهم مأساتين، مأساة العيش السيء اللي يعيشون فيه ومأساة فقدان الأبوة
يتيم، أبوه استشهد أو أبوه قتل في معركة من معاركه. إحنا حقيقة طلقنا حملة لجمع المواد العينية الجديدة من البطانيات، من بعض المأكولات اللي أعلنت الإخوان، وذلك نحرص على بعض المأكولات، ما نبي نجيب أكل معين رز أو سكر أو ينتهي تاريخه في أثناء الشحن يأخذ أقل شيء شهرين لشهر ونص حتى نوصله. غير الأشياء اللي نقدر نشتريها مثل الطحين، ما نبي أحد يتبرع بالطحين، الطحين أوريدي نشتريه من تركيا ويدخل ولله الحمد إلى داخل سوريا. يعني ولعلنا دخلت الحمد لله 30 شاحنة 33 شاحنة أمس تقريبا دخلت أبشرك 33 شاحنة محمل بطن، وبيتبعها إن شاء الله الأسبوع القادم 1000 شاحنة أيضا إن شاء الله، عفوا 1000 طن آخرين، حول تقريبا 34 شاحنة، كلها بمساعدات من هالقطر المحسنين والمحسنات، وأيضا من أوقاف الشيخ ثاني جزاه الله خير، ومن أيضا بعض المحسنين الثقات اللي أيضا لم يذكر أسمائهم لكن الله سبحانه وتعالى بيذكرهم في عليين طبعا إن شاء الله. الشاحنة قاعدين حاليا من خلال الشاشة نشوف صور الشاحنات وصور الطحين، هذه الصور اللي نقول الحمد لله انها دخلت يعني 30 شاحنه. هذه الشاحنات هل هي يعني موزعه على عده مناطق؟ شاحنه اي نعم، طبعا الشاحنات هذه هي عباره عن قافله الطحين. لما صارت الماساه الان على احتياجات اخواننا السوريين في الاكل، وخاصه مع كثره قصف المخابز كما تعرفون من النظام الغاشم، النظام الظالم في سوريا، بدا الناس يفتقدون حتى للخبزه اللي هي مأمن الطعام للاطفال الصغار، الارامل، للنساء، لكبار السن. فاضطررنا حقيقه نجعل استراتيجيه عاجله جدا لتوفير الطحين. هذا الطحين وفر خلال الشهرين 3 أشهر القادمه باذن الله. تشاهدون الان بعض الشاحنات 33 شاحنه معبأة بالطحين بعد ما طحن وجاهز، مجرد ان الخبز مباشره يوزع عليه من خلال نقاط توزيع. القافله طبعا قيمتها الفعليه 5 مليون ريال قطري من محسنين القطر. تم توفير 1000 طن، وسيوفر 1000 طن بعد اسبوع، و500 طن بعد اسبوعين تقريبا. تدخل الى عده مناطق حقيقه، ستصل الى حلب 20 شاحنه خلال الفتره هذه، والى دير الزور 10 شاحنات، وخمس شاحنات اللاذقيه، وخمس شاحنات ستكون مناطق اخرى من خلال لجان خيريه تعمل موثوقه توصلها بطرق معينه، لان الوضع الأمني ما يسمح مناطق أخرى. أتكلم عن حماة مثلا، وعن حمص، وعن درعا مثلا، هذه المناطق لابد إيصالها بطريقة مختلفة عن الطرق اللي يمكن توصل لها وانت كميات كبيرة من الشاحنات. أما حلب وما يتعلق بدير الزور فولله الحمد يعني تحركت لها الشاحنات بطريقة أيضا منظمة ومن خلال تنسيقيات معينة مع المؤسسات الموثوقة عندنا في هذا الجانب. إن شاء الله بيوصل لكل المناطق إن شاء الله. إذا احنا نبي الشيخ عايض نتكلم عن الشعار اللي حطيتوه، حملة الشتاء الدافئ. نعم. هذه ريت تكلمنا عنها. حملة الشتاء الدافئ، احنا ما نبي نتكلم عن واقع أهلنا في سوريا، أتكلم عن 3 محاور. المحور الأول النازحين في لبنان ويعانون الأمرين، تعرفون كيف الإغلاق اللي تم في لبنان، لكن مع ذلك شركائنا موجودين في الميدان، وكذلك أيضا على محور الأردن، مخيم الزعتري وما أدراك مخيم الزعتري وغير المخيمات الأخرى اللي يعيش فيها النازحون، وكذلك المخيمات الثمان اللي في تركيا لما تصبح 9 مخيمات، أيضا مع المخيمات على الحدود. الناس هذول يعيشون في برد قارس جدا، شتاء تركيا وشتاء الشام من أشد برودة ومن أكثر قساوة، ومع ذلك الناس يعيشون. تجد وزعوا عليهم الأوتشا اللي هم الخاصة بالنازحين، المفوضية العامة للأمم المتحدة للنازحين واللاجئين، وبعض البطانيات اللي ما تدفي، لو تجمع 10 بطاطين فوق بعض ما تدفي من البرد. لذلك الشتاء الدافئ تتعلق بتوفير البطاطين، سواء هذه انت راح تقدمونها ان شاء الله من خلال الحمله اللي هي الان حمله الشتاء. طبعا حمله الشتاء بنعرف على الاشياء اللي راح تقدمونها من حمله الشتاء الدافئ. تتكون من قضيه البطاطين، قضيه الجاكيتات اللي ممكن توفر الأطفال بيكون سنانهم أو حتى النساء، ما يتعلق أيضا ببعض أدوات التدفئة لتتناسب مع الوضع في سوريا. نجمعها كلها، ونشكر هنا المخازن، شركة مخازن الخليج، أنها وفرت مخزن كامل في الصناعية لتوفير هذه الاحتياجات، ثم لتغليفها وتعليبها. ستنطلق بعدها القافلة من خلال سفينة إن شاء الله تتحرك من الدوحة إلى الحدود التركية، ومنها تنزل إلى مباشرة. في كلام أيضا وسعي مع الأخ عبد الرحمن نجار وهو نائب الرئيس التنفيذي في شركة زدان لتوفير طيارات عن طريق بعض الجهات وبعض المسؤولين في الدولة. نتمنى أن تتجاوب معنا في قضية توفير ولو طيارتين حتى نشحن هذه الأشياء ونوصلها لأهلنا عن طريق اسطنبول، من اسطنبول إلى الطاكية، ثم توصل من هناك. إن شاء الله عقب ما تطلع من هنا أنها بتوفر إن شاء الله. نتمنى من الله ذلك إن شاء الله، وأن يسمع الله دعاءكم بإذن الله. وأنتم تستاهلون، وإخواننا هالسوري يستاهلون. ودنا أيضا نعرف إيش اللي يحتاجه الشعب السوري
غير هذه الأشياء، تكلمنا عن الطحين وعن الأغذية بشكل عام، نعم، ونقول عن ملابس الشتاء كذلك. أنا متأكد بأنهم يحتاجون، والمشاهد متأكد بأنهم محتاجين أشياء كثيرة جدا. فإحنا ودنا نعرف من خلال يعني وجودكم في الميدان إيش اللي يحتاج الشعب السوري. أول أمر يحتاجه الناس الدعاء، لابد من فعلا تجلي الدعاء. يا أخي وانت تصلي صلاتك لله سبحانه وتعالى تذكر أخوانك، ترى تذكرك بحد ذات أخوانك. إحنا زيارتنا لهم والله كانوا يحومون فينا حول 200 شخص و300 شخص وعيال وأطفال وفوارف، وتشوفون بعض الصور يقول بس ما يكفينا، جزاكم الله خير، جيتكم هذه بغتركم، هذه تسد عن 100 مساعدة وعن 1000 مساعدة. نفس المعنوية ترتفع عند الأخوة لما يحسون أهلهم معاهم من أهل السنة معاهم في هذه الوقفة. الأمر الثاني في لبنان والأردن تحديدا توفير إيجارات، لابد من مساعدة الناس في توفير إيجارات لهم، لأنهم قاطنين عند أهليهم، وأهليهم ردي فقراء أيضا، بعضهم عند أهله وبعضهم عند إخوانه وبعضهم عند أقارب وبعضهم عند ناس من الخير في لبنان والأردن. النقطة الثانية الرعاية الطبية، حرب صارت هي في سوريا يا رجل، ولا تهنون جميع المشاهدين، أكثر الإصابات صارت في سوريا في الرأس أو في أماكن حساسة ما عاد وراها شفاء، لابد يعني من علاج مستحصلها، إصابات بهدف الإعاقة، نعم، هي الإصابات. ولذلك وجدنا طفل اسمه محمد وذكرته سابقا لكن أذكر الآن، محمد عمره 17 سنة، جاءت طلقة تقريبا في تحت الرقبة قبل العمود الفقري، مشلول ما يتحرك إلا وجهه، أمه تبكي عمره 17 سنة ومع ذلك ابتسم ابتسامة ما يعلم فيها الله سبحانه وتعالى. أقول محمد أنت الآن مشلول، قال الحمد لله أنا راضي، بس أهم شيء يسقط هالخنزير اللي في سوريا. يعني نقول يحتاجون الأشياء الصحية، توفير الرعاية الطبية للمرضى والأمهات والحوامل، بالذات الرضع، الحوامل الآن يولدون في بعض المخيمات ما يجدن حتى الرعاية، توفير الطرود الغذائية، دعم الأسر اللبنانية والأردنية الفقيرة اللي تكفلت بواء الأسر اللاجئة، كذلك أيضا توفير مواد التدفئة الآن وهي عبارة عن دفايات خاصة فيهم، الألحفة والأغطية المهمة جدا. على طاري الدفايات شيخ ناصر كان موجود وعايش هذا الموقف وروان المصنع اللي مال الدفايات. طبعا ناصر كنت في احنا كنا موجودين في فتره، طبعا توجيهات من سمو امير البلاد المفدى بان تتحرك يعني عدد من المساعدات، وكان هذيك الفتره قبل بدايه الشتاء فتره جميل، طبعا تلتها، طبعا هي كانت تكمله لما كان قبلها بفتره من مساعدات، ولكن هذيك الفتره اللي انا كنت متواجد فيها تغطيه كان هذيك الفتره يوزعون اللي هي الدفايات، لكن دفايات مختلفه اللي عن طريق الديزل يمكن ان نتكلم فيها عنها، ولكن ايضا تلتها ايضا ملابس وسلتها ايضا، ولكن صراحه ما شفنا طبعا وما شفت يمكن شاهدوا مشاهدينا خلال التقارير اللي جيناها بان فعلا مثل ما ذكرت بان بعض اللاجئين على الحدود اللبنانية السورية كانوا يدخلون مع اللبنانيين، وأوضاع اللبنانيين ذيك على الحدود أيضا هم فقيرة جدا فقيرة. يعني وضع مأساوي أكثر من الكل يشيل الثاني، ولكن نتمنى بأن المشاهدين اللي يشوفونها يحسون شوي بأنه يحسون، أيوة يعني هم أنا متأكد أنهم حاسين يا شيخ، أنا متأكد أنهم حاسين، ولكن أتمنى أن نحن أيضا نغوص أخواننا في كل مكان. ناصر كان موجود هناك وحس بالبرد، حسيت بالبرد ذاك اليوم؟ والله إحنا يمكن الفترة اللي كنا فيها كانت بداية البرد، ولكن أنا متأكد إحنا نعرف برد، نعرف برد لبنان وبرد سوريا. إحنا رحنا لأورفا وإخواننا راحوا لإعزاز، إعزاز منطقة في حلب، ما قدر يصبرون متبردين، ولا ودي اذكر واحد من ربعي قال يا ابوك يا اخو عبد الرحمن خلينا نرجع والله متى برد متى، واحنا متلحفين وجاكيتات كلها تحت الصبر يا شيخ، لكن مع ذلك سبحان الله وفرنا في مخيم اورفه في جيلان غيل 5000 دفايه. كم عدد الموجودين هناك تتوقع؟ 30,000 نازح، اطفال ونساء وكبار في السن، قدرنا نوفر بامكانياتنا البسيطه كم جمعيات قطريه تكلم عن راف ولا عن عيد الخيريه ولا عن قطر الخيريه ولا عن الهلال، كلهم لهم دور حقيقه. احنا تشاركنا كجمعيات في هذا الجانب، احنا ناشد اخواننا حقيقه يعني كلهم دور في ما يتعلق بتخفيف المأساة كأقل تقدير، يعني فعلا اقل ما يكون والله اقدم جزء من حصتي اللي معي، 1000 ريال شهريا 500 ريال شهريا اوقفها على هؤلاء المساكين، والله تشفع لهم الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى سيسالنا عن النعيم. ما نقص مالا من صدقه، ما نقص مالا من صدقه. زين شيخ يعني انتم ما شاء الله قدمتوا حملات كثيره، شو اللي يميز هذه الحمله عن غيرها؟ الحمله هذه ميزتها انها تاخذ الشيء العيني بكثافة. احنا ندعو اصحاب الشركات، يعني مثلا لو طلب امس مثلا تبرع جزاه الله خير واحد ب 1000 بطانيه تقريبا، فجاتك 1000 بطانيه تكفلك ل 1000 شخص،
في 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 هذا الجانب. احنا ندعو ان من عنده فعلا فرصه في قضيه الكتل المعينه، والله مثلا بيجيب لنا مثلا 100 كيس طحين، بيجيب لنا مثلا بطاطين معينه، جاكيتات جديده في سكوتات ما يحتاجها في مخزنه، بدل ما يقول ببيعها بقيمه ارخص يروح يتبرع فيها يتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى، خليه يكون مثل عثمان سيدنا عثمان. نفس الاماكن اللي نعرف ايش الاماكن المعروفه. نعم نفس الجانب. نعم احنا طبعا في مخيمات الان ستنشأ جديده، الناس قاعده تنزح الان مع سجاد القصف، اماكن عند باب الهواء في الان مخيم حيكون للقطريين ايضا، وايضا عند باب السلامه حيكون في بعض من المخيمات العشوائيه حتى نجتنب موضوع القصف والاشياء الاخرى هذه. لكن فيما يتعلق بجوانب اخرى، سالني اخوي ناصر في ايش اللي السوري يحتاجونه؟ يحتاجون الى امرين مهمين ايضا غير الغذاء والكساء والدواء والعلاج والاشياء، امرين مهمين لابد ان ننتبه لهم ومهمه بقدر اهميه الطعام، القضيه النفسيه وقضية التعليم. الناس لما يكون عندي 10,000 طالب في مخيم واحد ما عندهم إلا الفراغ لابد وجود ذلك. احنا تبنينا في مخيم كلس ومخيم إصلاحية بعض المدارس، تبنينا بعض المدرسين سواء من الأخوة الأشقاء السوريين ولهم مبالغ بسيطة جدا على $100 شهريا يدرس الطلاب ويجمعهم داخل خيام معينة. وأيضا في مخيم الزعتري كان لنا مساهم في بعض من توفير الكتب لبعض الأبناء هناك، واليونيسيف كانت لها دور في قضية أيضا توفير المدارس. والجانب الآخر الجانب النفسي فيما يتعلق بتبول لا إرادي عند الأطفال يا جماعة، عند الفتيات الصغار، عند النساء، الذهول، الخوف، الأشياء الأخرى هذه كلها. فالآن عندنا دراسة لإنشاء مركزين نفسيين، مركز في الزعتري مستشفى في ميداني نفسي في الزعتري، حيكون في أطباء نفسيين سواء من القضية النفسية والقضية الإيمانية، أيضا حيكون معهم دعاء مسارين داعية، وأيضا طبيب نفسي لحتى يعطيهم بعض الأدوية اللي تخفف عليهم المأساة. وأيضا في تركيا بالتنسيق مع IHH فيما يتعلق بتوفير بعض من الأطباء النفسيين اللي يرتدون مخيمات فترة بالأخرى ويرجعونهم الأخوة النازحين، ويعني يحاولون يخففون عليهم المأساة بطرق نفسية وعلاجات نفسية من خلال الجلسات والمقابلات معهم في هذا الجانب. هذه موضوع مواضيع من أهم المواضيع، لكن لابد من توفير الاحتياجات. احنا نقول القضايا النفسية احنا بنوفر المادة فيها، لكن نحتاج او المضمون فيها نحتاج الدعم لها. يعني الاطباء هؤلاء يبون ما نكفلهم، وكفالة الطبيب هذه من الصدقة الجارية، لان قاعد تعالج نفس بشرية. انت لما تعطي التبرع المادي توقع انك تعطي التبرع الروحي اللي يخص الناس، تعالج الانسان وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى بصيرة ويصلي وهو مستقر، غير لما يكون في نوع من لكم مثل اجر في هذا الجانب. نعم تبني انسان، بناء الانسان من اجل الاعمال الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى اصحابه هذا واجب، وبنى الامه كلها ولا ننسى ايضا هذا واجبنا كلنا، انا المشاهدين وكل المسلمين وكل العرب، بان هذا واجبنا يعني نوقف مع اخواننا في سوريا اللي الان هم في عز الحاجه لنا. فاتمنى بان انا اقول كلمه واحده فقط الله يخليك، كلمه ونصيحه واللي في خاطرك يا شيخ مبارك. انا حقيقه انصح نفسي وانا واخواني ان نكون من المبادرين في هذه الازمه. الله سبحانه وتعالى سيسجل، والتاريخ سيسجل من يقف، سيسجل من وقف بكلمته، سيسجل الله سبحانه وتعالى تسجيل. الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأرض. الأرض الآن قاعدة تطهر من الفساق ومن الظلمة ومن المنافقين، الله يطهرها لشيء الله إراده سبحانه وتعالى. وذلك من وقف، أنا اسمح لي أشكر سمو الأمير حقيقة هذا الرجل المبارك اللي فعلا كان له موقف ما لأحد من حكام العرب لا في هالجانب. وبعض الناس ينتقد يقول لك هذا الآن سمو الأمير ضرب أروع المثل، وذلك سجل التاريخ الآن هالشيء. الله يجعله من ميزان حسناته غير من الناس العظماء اللي فعلا لهم دور. التاريخ سجل يا ناصر، التاريخ مبارك والإخوان يسجل الآن أن قناة الريان كان لها دور في هذا الجانب. لذلك أنا أقول لإخواني خلوا التاريخ سجلكم، وقبل التاريخ خلوا رب التاريخ الله سبحانه وتعالى يسجل فعلا موقف إيجابي. أنا أحث نفسي إخواني يعني فعلا يكون لهم دور في تحرير هذه الأرض. للحين احنا مقصرين يا شيخ إعانة هذه الأرض، لأنها والله العظيم سيكون لها أثر نفسي على الإنسان، وستجد السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس، فإذا جاءت الخير للإنسان وخير العمل سرور تدخل على قلب امرئ مسلم. من أفضل من هؤلاء الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة أمتي منصورين لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كتفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل الكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه تنتهي حيث ينتهي طرفه. احنا الآن ندافع عن أرض الأنبياء، أرض سيدنا المسيح اللي بينزل فيها ويقتل فيها الدجال بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله بأن يكتب لكم هذا الأجر ويكتب لنا أيضا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يخف أو نقول أن يحرر
اخواننا السوريين من هذا الطاقيه. احنا نشكر حضورك سيد عايض القحطاني مدير مؤسسه راف، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في مشروعكم، وانتم ما شاء الله مشاريعكم كثيره. بارك يا شيخ علي، وان شاء الله نشوفك مره ثانيه وابتسامه ثانيه. امين رب، والله يسمع منك ان شاء الله ونسمع الاخبار كلها الحلوه. انا اشكرك اخوي مبارك، واشكر المسامين، واشكر قناه الريان، واشكر المشاهدين الحريصين والمحسنين والمحسنات اللي بعضهم معروف بعضهم مش معروف. اسال الله عز وجل ان يبلغنا وياكم ونانا وان يجعلنا وياكم مفاتيح الخير موارق الشر، نمر ذلك وقدر عليه. امين. الله يسلمك. مشاهدينا بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معنا الدكتور يوسف المسلماني والدكتور عبد الله الكعبي، راح يكلمونا عن أول عملية زراعة كلى في قطر. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا. أجري مركز قطر لزراعة الأعضاء التابع لمؤسسة حمد الطبية أول عملية زراعة كلى ناجحة الحمد لله في قطر لطفلة مريضة بالفشل الكلوي تبلغ من العمر 10 سنوات. نعم، وللتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا الإنجاز الطبي المهم في قطر، معنا اليوم في استديو ترحيب الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى حمد العام، والدكتور عبد الله الكعبي رئيس قسم أمراض الكلى لدى الأطفال. حياكم الله معنا في برنامج ترحيب، نرحب فيكم. وبداية نبدأ يا مرحبا ويا مسهلا. أهلا بك، الله يحييكم. يا مرحبا بكم. فنبدأ معك دكتور يوسف، صراحة نبارك لكم يعني هذا الإنجاز الطبي، وكذلك ودنا نتعرف أكثر على زراعة الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أشكر اهتمامكم للموضوع. الزراعة تعتمد كثير على الإعلام أكثر من اعتمادها على الأطباء والجراحين. طبعا مركز زراعة الأعضاء افتتح من حوالي سنتين، افتتح سمو الشيخ موزة، وكان الهدف منه تركيز الجهود بحيث أنها كلها تتجه وتصب في مصلحة المواطن والمقيم في الدولة. مسؤولية المؤسسات الطبية تأهيل وتأهيل الكوادر وإيجاد معدات الطبية وأماكن زراعة العمليات، ومسؤولية الجمهور هو وجود المتبرعين. فاحنا الحمد لله المشروع ماشي بطريقه جيده، بدا عدد المتبرعين يزيد تدريجيا. نعم. ومن المتوفين ومن الاقارب. نعم. احنا ايضا ودنا نتعرف اكثر على اخر عمليه اللي هي او نقول اول زراعه كلى لطفله. نعم. اللي تم نجاحها ولله الحمد، ودنا تكلمنا عنها اكثر وتعطينا. نعم. تفاصيل عنها. طبعا الزراعات بدات من سنه 1986. من سنة 2000 بدأ تركيز على زيادة الكوادر والمعدات الطبية وأماكن العمليات. بعد مرور 12 سنة على الزراعة في الكبار وجدنا أن لابد أن نزيد عدد الخدمات، لأن في حاجة وعرفها الدكتور عبد الله بسبب مرض الفشل الكلوي من الأطفال. فكان هذا اختيار الأطباء في أمراض الكلى في الأطفال، واختيرت المريضة وتم إجراء كل الفحوصات اللازمة لها والمتبرع. نعم. وبعدين رتبنا الموضوع، وكان بسبب أنها أول عملية لطفلة احنا استضفنا زائر من الخارج عشان يقوم بأول عملية. هي أول عملية. كذلك احنا ودنا أيضا دكتور عبد الله، دكتور عبد الله هاي بيكون وياي نوصل في وين؟ لأن أنا الصراحة من أول ما دش وقالوا لي أنه هو ماسك موضوع الأطفال. نعم. زراعة الأطفال، زراعة الكلى حق الأطفال طبعا. نعم. وأنا استانست لكم طبعا كلكم من الدكتور يوسف الدكتور عبد الله أن هذه أول عملية تصير عندنا، والحمد لله الحمد لله أنها ناجحة. إحنا نبيك تكلمنا عن هذه وبالأخص يعني عن زراعة الكلى حق الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يشرفني مرة ثانية أنكم معكم لنا اليوم. الشرف يا دكتور. بالنسبة للحالة هذه مثل ما ذكر الدكتور يوسف، زاد عندنا عدد الأطفال اللي يحتاجون للزراعة، ولذلك شفنا أن نحتاج أن نتعاون مع مركز زراعة الأعضاء من عندنا في قسم كلى الأطفال، بحيث أن نشكل برنامج متكامل للزراعة لهم. طبعا أهمية زراعة للطفلة، لا اللي هي أول طفلة، ما تكمن اللي هي أول طفلة بس، لأن
هذا انطلاق البرنامج اشتغلنا عليه أشهر عديدة، حطينا في طبعا احنا حاطين صورتها دكتور. نعم هذه الطفلة دكتور. نعم مع خالها اللي نعم. المتبرع. نعم ودنا أيضا واصل أنت ممكن من خلال الصور اللي راح نشوفها أيضا تكلمنا. الطفلة آلاء هي كان مريضتي أنا أصلا يعني إحنا تيم كانت من ضمن الناس اللي كانوا يعني معنا. يعني دكتور أنت كنت متابع حالتها من قبل عملية الزراعة. نعم زي نعم. دكتور إحنا نبي نعرف قبل العملية سبب الفشل اللي صادها. الفشل كان عندها مرض بالإنجليزي اسمه جوفنايل نفرونفثايسيس وتكيس في الكلى، هو مش شائع كثير عند الأطفال بس واحد الأسباب المؤدية للفشل. فظلت فترة تابعة معنا. لا كان قبل الغسيل كانت تستخدم أدوية كمرحلة، فلما وصلت الكلية لمرحلة معينة بدأنا الغسيل، الغسيل البريتوني اللي عن طريق الغشاء البريتوني. هناك في نوعين من الغسيل، غسيل عن طريق الدم وغسيل عن طريق الغشاء البريتوني. فهم الأهل اختاروا أن تكون على غسيل بريتوني وظلت على غسيل بريتوني فترة إلى أن وجد متبرع لخالها. ذاك الوقت قررنا نحن نسوي لها زراعة ونتكوني أول طفلة. هل موجود هني معاها دكتور وشفتوا نعم. وخدتوا العينات نعم. إلين تطابقت سبحان الله. إحنا طبعا فيها لأنه هو فريق عمل كبير، احنا جزء من فريق العمل. قسم كلى الاطفال اهتم بالمتلقي الكلى اللي هي الطفله. نعم. فاحنا عملنا كل الفحوصات الخاصه فيها. نعم دكتور هذه احنا قاعدين نعم. الان نشوف صوره العمليه. هذه صوره العمليه البنت او خالها لما كنتوا هذه انا ما كنت معاهم في العمليات. انا هذه عمليه ازاله الكليه من الخال. هذه ازاله عمليه الكليه نعم. من الخال. كم استغربت دكتور يوسف المسلماني كم استغرقت اللي هي حوالي تاخذ حوالي ساعتين وانا نعم. انا قريت دكتور انه بالمنظار استئصال كلي بالمنظار. نعم يعني الحمد لله هذه التطور وان نعم. شاء الله انا وجهتكم دكتور والله انا سؤال في خاطري انه يعني الحين الخال بيتم بكليه واحده. نعم صحيح بيتأثر ولا بيتم حالته طبيعية هو طبعا اختيار المتبرعين في يخضع لقواعد صارمة جدا بحيث أن نتأكد أن المتبرع ما فيه أي مرض أو احتمال يجي مرض في المستقبل. فلو قسنا هذا المتبرع بالنسبة لباقي المجتمع تكون صحته أحلى أحسن بكثير من باقي المجتمع لأنه مفحوص ومتأكدين أنه ما عنده لا القلب ولا السكري ولا الضغط ولا الكوليسترول ولا أمراض الكلى. لذلك ثبت علميا أن المتبرعين يعيشون حياة صحية أكثر من باقي المجتمع ويعيشون حياة أطول من باقي المجتمع. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. الله يبشرك بالخير دكتور. الله معك. كذلك دكتور ودنا يعني نعرف هل واجهتكم صعوبات أو مفاجآت أثناء العملية نفسها؟ يعني هو اللي اشتغل سنوات في العمليات ما في شيء ما في مفاجآت، الكل متعودين عليه وعادة يعني في طرق لمعالجة أي مشكلة موجودة فدائما في طرق. وحتى لو كان في مشكلة طبعا الفريق كبير في عدة جراحين فممكن مساعدة الباقيين. نعم. فممكن نعم. هذول المتبرعين اللي نشوفهم دكتور في الصورة. نعم هؤلاء اللي طبعا النشاطات اللي يسويها المركز في مجمع في أحد المجمعات. نعم وصراحة أنا اخترت هذه الصورة لأنها تبين جميع فصائل المجتمع القطري من كل الجنسيات مشجعين على التبرع ويوقعون استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. دكتور عبد الله أنت قلت أن هذه مريضتك وكنت تتابع حالتها. الحمد لله أنا قريت أن بعد 5 أيام من العملية هي وخالها الحمد لله حياتهم طبيعية وبخير. يعني تكلمنا بعد بعد العملية خالها كان خلال ساعات يعني جاي يزورها أصلاً في ما شاء الله في العناية المركزة. والحقيقة يعني وظائف كلية طبيعية عندها أكثر من التوقعات يعني الحمد لله. إلى الآن حين صار لها تقريبا 5 أسابيع من عملة العملية ووظائف طبيعية 100% وتابع عندنا في العيادة الخارجية ما عندها أي مشكلة. طبعا راح تكون متابعة وياكم دكتور الحمد لله ما راح تحتاج للي كانت قبل اللي هو الغسيل والأمور هذه إن شاء الله طبعا ما تحتاج هي أن فرصة النجاح كبيرة الحمد لله. طبعا دائما نشجع الأهل للتبرع بالذات الأهل
لأن نسبة رفض الجسم تكون أقل الكلية إذا كان متبرع حي من الأهل، وإذا كان متبرع حي بشكل عام الكلية نفسها تعيش فترة أطول من إذا كان متبرع حصل له حادث أو ميت. في عندنا أطفال كثير على الغسيل، الغسيل له مشاكل كثيرة، من جزء من المشاكل هذه أنه قد يأثر على نمو الطفل نفسه، يعني في هو حل مؤقت لنوصل مرحلة الزراعة. نعم، كذلك أنا ودي أسأل الدكتور يوسف المسلماني، لكن المخرج يقول لي راح نعرض صورة للدكتور قبل ما أسألك، فمثل هذه الصورة ودنا نتكلم عنها ونشرحها للجمهور دكتور. نعم، هو بدايتها كانت لو نشوف من البداية اللي صار عدد العمليات اللي تجرى في قطر وعدد العمليات اللي تجرى خارج قطر للمرضى اللي يحبون يسافرون للخارج. فلاحظنا لما بدأت تزيد العمليات تسويها في قطر قل عدد الناس اللي تحب تسافر تسويها في الخارج، وتقريبا احنا وصلنا في تقريبا نقطة الالتقاء، فمتوقعين في المستقبل ان يختفي عدد المرضى اللي يسافرون الخارج ويزيد عدد العمليات اللي تجرى في الدوحة بسبب ثقة الناس بنتائج العمليات مثل يعني متوقع. دكتور يوسف هذا الكلام مقصود فيه العموم يعني مش الأطفال؟ لا، هذا عام، نعم، لكل المرضى مش فقط للأطفال. يعني متوقعين 58 عملية في 2020 إن شاء الله؟ إن شاء الله. نعم، كذلك دكتور ودنا يعني نعرف المشاهدين كم يحتاج مريض، يعني نقول اللي زارع كلية كم يحتاج من الوقت حتى تستقر حالته 100%؟ لأن حسب ما قرأت بأن أتوقع من كم شهر يحتاج، يمكن ما يقارب 3 شهور، يمكن بعضهم يوصل إلى 6 شهور بسبب المناعة. هو طبعا أخطر مرحلة الأيام الأولى بعد العملية، لأن الجسم دائما بيهاجم الجسم الغريب اللي زرعناه له. فنعطيهم الأدوية، يمكن دكتور عبد الله أحسن بالأدوية مني، يعني نعطيهم الأدوية المثبطة للمناعة بحيث أن الهجوم يكون قليل. ومع مرور الوقت يتحسن الجسم في موضوع ان الكلية تبدا تعمل بطريقه احسن، يتعود عليها الجسم. بالضبط، يعني تصير ادويه المناعه نبداها بجرعات كبيره جدا، ومع مرور الوقت اللي قلتها 3 إلى 6 شهور تبدا تقل ادويه المناعه الى ان نقللها الى اقل كميه ممكن، لان ايضا الجرعه الزايده اللي نبدا فيها ممكن تؤثر على المريض تسوي له مضاعفات كثيرة. فمع مرور الوقت نقلل الجرعات الأدوية بحيث أن على بين 3 إلى 6 شهور توصل أقل جرعة ممكنة اللي هي تحافظ على أن الكلية تتم تعمل بطريقة سليمة. نعم، مع أن الجسم يكون في مناعة للأمراض الأخرى. على نعم. على طاري السفر دكتور للخارج والعمليات، يعني قبل العملية هذه كنا احنا مضطرين ان يعني يسوون عمليات الزراعه خارج. نعم، الحين الحمد لله الدكاتره موجودين، الامكانيات موجوده، المتبرعين موجودين. المتبرعين طبعا مثل ما المريض من المجتمع يجي المستشفى عشان يتعالج، ايضا المتبرعين هم في المجتمع مش في المستشفى، مش موجودين في المستشفى، فهذه خالها موجود في المجتمع مش عندنا. وايضا المتوفين دماغيا اللي تصير لهم حوادث او يطيحون من محلات البناء، هذول ايضا موجودين في المجتمع مش موجودين عندنا. فحتى لو المريض عندنا لازم نطلب موافقه اهله، فموافقه اهله موجودين في المجتمع. ففي كل عمليات التبرع في الاعضاء هي المجتمع يقدم لنفسه، ما يقدم شيء للمستشفى او للمؤسسه الصحيه او للبلد، هو يقدم لنفسه. فالطريقه الوحيده لانجاح برامج زراعه الاعضاء هو ان المجتمع يقدم لنفسه. وتكيف الحمد لله دكتور، اهم شيء الحين الحمد لله احنا عقب نجاح هذه الطفل اللي عندنا ان شاء الله، وعقب العمليات هذه اللي بتصير ان شاء الله، احنا نتمنى ان شاء الله نتمنى الايام الجايه ان يكون في وعي ان شاء الله حق مثل ما قال الدكتور اهل المجتمع اللي هم اهل المتبرع، يعني يتبرعون له ان شاء الله يكونوا متفاهمين. فان شاء الله ان شاء الله نقدر نقول ان الكادر موجود، الامكانيات موجوده، باقي بس المتبرعين. وان شاء الله تخف علينا الطلعات هذه كلها باذن الله ان شاء الله. كذلك ودي اسال الدكتور عبد الله، يعني بما ان الدكتور يوسف كان يتكلم عن المجتمع، ودي اسالك عن ثقافه المجتمع بالتبرع بالاعضاء، كيف تشوفها؟ في تحسن طبعا، التبرع الاعضاء كل ما زادت ثقافه المجتمع، الثقافه بشكل عام كل ما تحسن التبرع. يعني في الدول الغربيه فتره انتظار الزراعه اقل بكثير، يعني في بعض الأماكن فترة انتظار الزراعة بالنسبة للأطفال حتى أقل من شهر.
لما يحطون على لستة الزراعة، لأن الثقافة العامة عند الناس بشكل عام هم راضين عن النظام الصحي الموجود عندهم ويحبون يشاركون الناس الثانيين. طبعا في تخوف الناس مثل ما ذكرت، الإنسان يعيش بكلية، الإنسان في كثير عندنا، يمكن دكتور يوسف يعرف أن في مرضى كثير مش مريض أصلا، يعني يعمل فحص روتيني يلقى عنده كلية واحدة وهو أصلا عاش طول عمره بكلية، فالإنسان ممكن يعيش بكلية. فإحنا نحب نشجع المجتمع أن يتبرعون، بالذات إذا كان في حد من الأقارب موجود، بالذات إذا كان طفل، لأن الدراسات حتى تثبت أن احتمالية الخطر الوفاة من للمريض على الغسيل أكثر 4 مرات من المريض اللي على الزراعة، فالخطر موجود. بالتالي بالذات الأطفال لابد تبرع لهم من أقاربهم إذا أمكن. طبعا مثل ما قال الدكتور يوسف، المجتمع النظام الصحي جزء بس ما يقدر يقوم بكل شيء، بعد في مسؤولية على الناس نفسهم الموجودين في المجتمع أن يشاركون، وإحنا ندعو الناس اللي بارزين في المجتمع أن يتبرعون، لأن من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني ممكن الدكتور يوسف كنا نتكلم قبل البرنامج أن سمو الشيخ تبرعت، شيخ موزة تبرعت، وبعدها زاد عدد المتبرعين. يمكن الدكتور يوسف يعرف الأرقام أكثر مني، بس صار في زيادة لأنه صار في غدوة الناس. يعني والله دكتور عبد الله، احنا سجلنا على القائمة واحنا قلنا ان شاء الله جاهزين، والله يقدر ان شاء الله. اذا نصلح فالكم طيب، اي شيء تبونه دكتور يوسف احنا حاضرين. جزاكم الله خير، بس اهم شيء ان نصلح. نعم، بالذات انا دكتور، يعني الانسان بعد ما الله سبحانه وتعالى يعني نقول ياخذ منيته، نعم، فيبقى اقل حاجه يمكن عضو من اعضائه يمكن انه يعيش به انسان اخر، هذا الانسان يتعبد يصلي يصوم، ايضا تعتبر صدقه جاريه له. نعم، فهذه ممكن ايضا يضاف، يعني نقول الله سبحانه وتعالى يكتب له هذا الاجر. صحيح. فكذلك ودنا ايضا دكتور يعني نتكلم عن خططكم للمستقبل بالنسبه لهذا الخصوص. هو طبعا لازم نكرر موضوع زراعه كلى الاطفال عده مرات بوجود الزائر، وبعدين ان شاء الله تنتقل الخبرات الى الفريق الموجود عندنا. واحنا بدانا زراعه الكبد من السنه الماضيه، زرعنا 3 كبد الى الان. نعم، فلاحظنا ان يستوجب علينا الان بسبب قله عدد المتبرعين المتوفين دماغيا ان نبدا في برنامج زراعه الكبد من المتبرعين الاحياء. العملية شوي أصعب وأخطر من عملية الكلى، لأن هي كبد واحدة ويأخذ جزء منها، لكن بالنسبة للمرضى الفشل الكبدي هي الآن طريقة للأمام. وإن شاء الله الآن بدأنا إحنا الدراسة من شهر 10 تقريبا، وقريبا ننتهي من الدراسة بنشوف إيش المتطلبات اللي نحتاجها لبداية زراعة الكبد. يعني ممكن يكون فيها مثلا إدخال برامج أخرى غير الكلى نعم، هو برنامج زراعة الكبد من المتبرعين الأحياء. نعم، إلى الآن كل العمليات اللي صارت من الكبد زراعة المتوفين دماغيا. وأيضا جرينا دراسة لموضوع إدخال زراعة البنكرياس أيضا، وهذه تساعد في مرضى اللي عندهم السكري. دكتور يوسف، أنا في خاطري سؤال صراحة. أنتوا الحين الدكتور يوسف المسلماني والدكتور عبد الله الكعبي، يعني ولا قصور فيكم، في كوادر جاية بعدكم إن شاء الله، دكاترة ان شاء الله بيعطونا مستقبل حق قطر ان شاء الله. هو طبعا المؤسسه من حتى هذا في رؤيه قطر 2030، والمؤسسه تطبق الرؤيه ان في كوادر طبعا تؤهل تدريجيا لاخذ مكان الكوادر السابقه اللي بتكون هي مدربه. لا، ما ياخذ مكانكم، انتم بتكونون ان شاء الله مراجع لهم. نعم، هو هذا القصد. احنا بدونكم ما نسوى شيء. جزاك الله خير. احنا نبي الجيل اللي جاي ان شاء الله، ان اهم شيء يكون عندنا، نعم، مخزون عندنا ان شاء الله جيل عدد جاي كافي من البطاريه، نعم، علشان ما يكون عندنا، نعم، ما نبي نشوف واحد في الغسيل. بالضبط. يعني الله لي بساعه البلد. ايش رايك دكتور عبد الله؟ لا صحيح، مثل ما ذكر الدكتور يوسف، المؤسسة تهتم بتدريب الكوادر القطرية. يعني
وهذه شهادة يعني إحنا على مر السنين شفنا التغيير اللي حادث الحين. حاليا أي حد عنده نية إنه يروح يدرس برا أو يتخصص ويكون جاد في دعم يعني ما كان موجود قبل سنوات, الآن الجميع متروك له الفرصة وهو يبدأ يستغل الفرصة هذه, والدعم موجود يعني سياسة المؤسسة يدعم الأطباء القطريين وتدريبهم سواء كان داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة. وأنتم تستاهلون, تستاهلون كل خير إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. وإحنا مثل ما قال أخوي مبارك بالعكس أنتم خير وبركة, وشباب هالقطر كلهم خير وبركة, وإحنا إن شاء الله متوقعين إن شاء الله منكم المزيد لهذا البلد اللي هذا واجب علينا وعليكم وعلى أيضا مشاهدين اللي تابعونا. وهذه فرصة أيضا للشباب القطري بأنه يعني يتوجه للتمريض مثل ما ذكرت, بما أن هناك يعني فيه دعم من المؤسسة. وإحنا صراحة نشكر مؤسسة يعني مؤسسة حمد الطبية اللي دائما ما يعني نشوف منها إنجازات أفضل وأفضل, ودائما ما تحاول بأنها يعني تتطور على عكس ما البعض من الناس يحاول بأنه يعني ينتقد هذا الشيء. ولكن احنا بالعكس, احنا كلنا هالقطر وهذه مؤسستنا ولازم ندعمها, ولا راح يعني يشيلها إلا مثل ما نشوف دكتور يعني خير مثال الدكاترة المتواجدين عندنا. ونشكر لكم حضوركم معنا في برنامج ترحيب. الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى حمد العام, وأيضا الدكتور عبد الله الكعبي رئيس قسم أمراض الكلى لدى الأطفال. نشكر لكم حضوركم معنا في ترحيب, ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. سالم بارك الله يحييكم إن شاء الله, وفرصة سعيدة يا دكتور يوسف إن شاء الله نشوفكم هنا, ونتمنى إن شاء الله ليوم الجاي يتيون نتبشرون إن شاء الله بدكاترة وبالأخص إن شاء الله ما في غسيل, على طول زراعة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. مشاهدينا الكرام, بعد الفاصل بنكون وبنعرف تفاصيل أكثر عن حملة كلنا, وراح يكلمنا عنها الدكتور خالد عبد النور. انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا, تواصل حملة كلنا اللي ينظمها مركز حمد الدولي للتدريب, تنظيم فعالياته التوعوية حول سبل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال في المنزل عبر عروض إضاحية مختلفة. نعم أبو مبارك, والتفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام عن الحملة وعن عروضها الترويجية في المجمعات التجارية معنا الدكتور خالد عبد النور مدير مركز حمد الدولي للتدريب ورئيس حملة كلنا في مؤسسة حمد العام. حياك الله معنا في برنامج ترحيب. يا مرحبا بك, ونشكر لك حضورك معنا في ترحيب. يا مرحبا دكتور خالد. يا حيا الله. احنا تشرفنا فيك وبوجودك يعني, وطبعا بالنسبه لي انا اول مره. احنا فرصه سعيده, واحنا طبعا نشكر قناه الريان بالمتابعه المستمره لكلنا من بدينا, وانتم ما شاء الله متابعينا وشاكرين لكم. نعم, لأنه الشرف, لأنه الشرف دكتور, وإحنا بعد مقصرين في حقكم. لا لا والله ما مقصرين. هذا واجبنا دكتور. نعم. في البداية ودنا أيضا نتعرف ونعرف مشاهدينا الكرام. نعم. على طبيعة حملة كلنا, ونقول نبي مبررات إطلاق هذه الحملة. نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا حملة كلنا تشمل أمور كثيرة وعلى مراحل متعددة. نعم. وعلى سنوات, يعني هي مش شهور ولا سنة, احنا بداية الخطة المبدئية على 4-5 سنوات, وان شاء الله راح تستمر بعد هذه بعد. والمرحلة الأولى احنا ركزنا فيها على سلامة الأطفال بالذات في المنازل. نعم. والسبب اللي احنا خلانا يعني نركز على الموضوع هذا لأن الإحصائيات والأعداد والنسب في أقسام طوارئ مؤسسة حمد تدل على خطورة وأهمية الموضوع. يعني لابد ناخذ بعض الإجراءات حتى نقلل من النسب اللي قاعدة تزيد بشكل سنوي بشكل شهري بشكل يومي. طبعا دكتور, النسب في ما يقارب 40 ألف طفل. نعم. في من دون سن 14 سنة. نعم.
هذا عندنا في الدوحة دكتور؟ هذا عندنا بالدوحة، كل الأرقام الموجودة بالبروشرات احنا ما جايبينها من برا، وهذا نعم. موضوع مهم جدا احنا دائما نذكره لل... وهذا الهدف من هذا. هذا الهدف يعني احنا ما نقول لك عرضنا نفرع الناس يعني بس نربكهم، لا يعني نوصل المعلومة المتوفرة عندنا يعني بشكل يعني أساس، بس أن نوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة بغرض أن نقلل من الإصابات. مثل ما قلت 40,000 بالسنة هذا عدد كبير جدا نعم. يعني بالنسبة لعدد الأطفال في قطر. نعم دكتور، هذه الصور من خلال حملتكم. نعم. يعني مثل هذا الشاشة اللي نشوفها. نعم. الطفل كيف، إيش اللي ممكن توصل له أو إيش الرسالة اللي توصل له من خلال هذه الشاشة؟ هي هذه طبعا إحنا على دراية والكل يدري أن أسلوب الوصول للأطفال يعني يختلف كامل عن الوصول ومخاطبة الكبار. نعم. الأطفال يحبون الألوان، يحبون الصور، يحبون التكنولوجيا، الكل عنده تليفون، الكل عنده لابتوب، فإحنا لابد نستغل الموضوع هذا. فالمعلومات اللي هذه مثل اللعبة دكتور، هذه مثل اللعبة مثلا، هذه المخاطر الموجودة في تكلمون بالحمام من ناحية وجود الماء على الأرضية يعني تسبب خطورة تزلق، الماء الحار بالبانيو ممكن تسبب الحروق، وجود الأدوية والكيماويات إذا ما مغلقة ممكن تسبب تسمم. فإحنا بطريقة يعني لعب ونقعد معهم نشجعهم ونوضح لهم ليش كذا وليش كذا. ف يعني توصل هذا دكتور خالد من الفعاليات والأنشطة اللي أنتم تقومون بها. نعم بالضبط. أنا أبشرك دكتور، ما دام أنتم هذه فعالياتكم وهي الأنشطة اللي تسوونها ما راح توصلون للهدف، راح توصلون للقلوب. هذا بدعواتكم إن شاء الله، وإن شاء الله. وهذا نعم. هدفنا إن شاء الله. بس عيد، خلي المخرج إذا يسمح يعيد لي بس الصورة الأخيرة اللي هي صورة المطبخ. طبعا نعم. دكتور أنتوا هذا المطبخ عملتوه في المجمعات بالضبط، وجبتوا الأطفال وركبتوهم فوق. احنا نعرف طبعا بأن 85% من إصابات الأطفال اللي هم ما يقارب 40,000 نعم. طفل سنويا دون سن ال 14 طبعا نعم. نعرف أنها 85% منها داخل المنزل. نعم. كذلك احنا شفنا صورة المطبخ اللي نعم. طلع معنا قبل شوي. الفكرة، الهدف من هذه الفكرة، هو الفكرة المطبخ ترى مش عرضينا للصغار، طبعا الصغار يجون ايضا لأولياء الأمور، لكبار الأمور. المطبخ مضخم حتى الناس بدوا يسمونه أرض العمالقة. ليش؟ حتى نبين كيف الأمور، مثلا فرش البيت، المطبخ بعين الطفل. يعني أنا لما أوقف قدام الفرن يجيني لفوق راسي، هذه الأمور اللي تبين بأن الطفل عمره سنة ونص أو سنتين. فالمخاطر يعني إحنا ننتبه لها أكثر. يعني لما أنا أشوف الكرسي العادي بحجمي أنا والله ارتفاع 30-40 سنتي أكيد ما راح يسبب وفاة ولا ما راح إصابات كبيرة، بس لما تشوفها بالحجم بأن الطفل ارتفاعه تقريبا متر، والله إنك صادق. إحنا الأدلة الطبية تبين ارتفاع متر في الطفل قد سبب وفاة وإصابات خطيرة وإعاقات. حتى إحنا دكتور من صغار نعم. الواحد فينا إذا كان هذه، طبعا مشاهدينا تشوفون نعم. هذه الصور ايه. طبعا أنتم مكبرين الصور بحيث أن ولي الأمر يشوفها ايه. كأنها ضخمة أو بعين الطفل نقول بالضبط ايه. حتى إحنا وإحنا صغار يعني الواحد لما يكون فوق الثلاجة ولا شيء يشوف الأرض بعيدة منه ايه. بالضبط لكن ايه. يعني الآن يشوف الثلاجة لما يوقف جنبها يشوفها قصيرة. نعم وفعلا يعني وكثير من الجمهور يعني يبدأوا إعجابهم بالفكرة، وفعلا يعني بدأوا يفكرون، فحتى بدأوا يراجعون بعض التجارب اللي مروا فيها في بيوتهم أو سمعوا فيها من الجيران، بدأوا يقدرون مثلا الارتفاع هذا غير للطفل عن الكبير بالعمر، بدأوا يفتهمون مثلا أسباب الإصابات الخطيرة في البيت. أنا أقول لك دكتور خالد، أنا أقول لك كذي أنت راح توصلون إن شاء الله لقلوبهم. إحنا هذا إن شاء الله كبداية، وإن شاء الله كثير من هالأمور هذه جاية. زين دكتور خالد، نعم. إيش كثر بتستمر هاي الحملة إن شاء الله وبتتمون معاها؟ نعم، مثل ما ذكرت يعني الحملة إحنا بدينا الحملة على أساس إنها على 4-5 سنوات مع شركة كونوكو فيليبس. طبعًا إحنا التركيز مش بس على سلامة الأطفال، هذا بيستمر بالباك جراوند لما نغطي أمور ثانية مثل الصحة. إن شاء الله خلال شهر ونص نبدأ نغطي أمور مثل أمراض القلب والشرايين والضغط والسكر. آخر عرض لكم كان في مركز المعارض. آخر البارحة والله انهينا العرض هناك وكان ناجح وتسوقنا بعد في نفس الوقت، وعرضنا يعني على ناس دام تتسوق يعني تشوف المخاطر البيت وكذا.
وكثير ناس على افتكروا احنا نبيع مطبخ بس عجبتهم يعني جودة المطبخ. هذا المطبخ بالمناسبة ترى تم تصميمه عن طريقنا وبناءه في قسم الهندسة بمؤسسة حمد الطبية. نعم دكتور، طبعا انا الان اعرض للمشاهدين نعم. هذا الكتيب اللي نعم. كان معك، هذا انتم توزعونه على المدارس، وعلى طبعا مكتوب هنا في التسمم وايضا السقوط والاختناق نعم. والحروق وغيرها كلهم اللي بده يشوف الكمبيوتر بتشوفون الاشياء هذه. طيب الان كيف يتوصلون اولياء الامور لهذا الكتيب؟ هذا طبعا احنا خلال وجودنا بالمراكز كنا نوزعها نعم. يتم يعني توزيع على المدارس إيه باللغة العربية عندنا والإنجليزية، حتى على الأوائل العربية القطرية والغير قطرية كنا نوزع حتى بالإنجليزي، لأن تدري عندنا الخدم وكذا يمكن يتكلمون بالإنجليزي. نعم. كثير من المدارس جاءوا أعطنا مجموعات ومتوفرة عندنا وإحنا حاضرين أي جهة. دكتور فكرت توزعونا على المدارس بحيث أن كل مدرسة نعم. تعطي طالب تقول له وده مثلا نعم. الولي أمرك. نعم أنا أشكرك على النقطة، لأن فعلا هذا موضوع مهم، يعني وسيلة مهمة حتى نوصل المعلومة للطفل لأولياء الأمور. والمشاريع الجاية إحنا قريب إن شاء الله خلال أسابيع إحنا قاعدين نرتب نظام معين حتى ننقل النشاطات هذه للمدارس، طبعا بشكل ثاني بطريقه ثانيه لكن نفس المعلومه. يعني ممكن حتى المطبخ ممكن نودي على بعض المدارس اذا في نشاطات. يا ريتكم جايبينا في درب الصايع على الاقل بيكون لكم مكان عندنا والله ان شاء الله احنا ما شاء الله احنا حاضرين. يعني زين دكتور شلون شفتوا تجاوب الاهالي اولياء الامور وخاصه اخر نعم. مكان لكم أمس؟ نعم طبعا التجاوب والله شيء يعني شجعنا أن نستمر بالحملة، لأن كان باين أن الناس على وعي وعلى إدراك أن في مخاطر بالبيت، بس تفاجأوا بالإحصائيات والأرقام، يعني ما تخيلوا أن الأمور بهالخطورة بهالحجم. مثل ما قلت يعني أبدأ وإعجابهم بالطريقة، وهذا كان شيء يسعدنا، يعني على الأقل إحنا دارين أن على قاعدين نوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة، وكثير منهم اقترحوا علينا بعض الاقتراحات الممتازة وراح نطبقها إن شاء الله. ردود الأفعال إيه طبعا هذا ودكتور أنت كل ما سهلت وكل ما يسرت وخاصة هاي طريقتكم إن شاء الله في وعي حق الأطفال نعم. هي اللي توصل المعلومة مثل ما تقول 100%. نعم والاسلوب والوسيله مثل ما مهم جدا، حتى احنا الحين في مجال تطوير الموقع الالكتروني حاليا هو متواجد يعني فيها معلومات، لكن خلال يعني ان شاء الله شهر ونص قاعد يعني ندرس موضوع تكوينه بشكل يعني ما صار من قبل، يعني يكون نوع انتراكتيف يعني نعم. ممكن العاب ممكن يكون العاب للاطفال، المدارس ممكن يستعملونها نعم. يعني ممكن يكون في العاب للاطفال مثل اللعبه اللي شفناها ايه. العاب توعويه للاطفال، كل هذا بيكون موجود على الـ على الـ على الموقع وزياده ان شاء الله، وقسم بيكون طبعا بالكبار بالعمر، بان احنا لما نغطي امور السكر نعم. والقلب طبعا لازم نغطي الامور هذه. على فكره نعم. ناصر قبل لا ندش الاستوديو الدكتور قال لي نعم ما دام بين قوسين كلنا معناته في شيء وفي عمل جاي حق البحر ان شاء الله مع الدكتور خالد. إيه احنا تكلمنا ذكرنا يعني اول مره جيتكم تكلمنا على المخاطر المتعلقه بالمياه وحوالين المياه نعم. بالبيت وخارج البيت، بالاخص برك السباحه والبحر. اي والله يعني مبارك يعني ايضا موجود في الكتيب. نعم موجود، احنا طبعا عرضنا الموضوع مره ثانيه في مخاطر المنزل بصفه عامه، وهذا يعني يجيبني على موضوع مهم جدا، هو احنا الكل على علم انه في مخاطر كثيره على هون، يعني فيها جهات حكوميه قاعد حاطه قوانين وتراقب من ناحيه الجوده والامور هذه، لكن مخاطر المياه انا يعني ما ادري اذا انتم على علم في جهه معينه ممكن خاصه برك السباحه، يعني تبي لها في نظرنا تنظيم لوائح تلزم الناس او شركات مجمعات الفنادق بمواصفات معايير عالمية حتى تقلل من الإصابات والمآسي اللي نشوفها. يعني من كم أسبوع يمكن كل سمع أنه في طفل توفى في بركة سباحة في مجمع،
وبدون ما نعلم التفاصيل كان واضح أنه ما فيه السور، ما فيه رقابة. الأمور هذه يعني لازم ننظر لها بشكل جدي. نعم، كذلك احنا بعد نوجه أيضا لجميع الجهات اللي مختصة في هذا بهذه الأمور بأنها تحرص على يعني معايير السلامة، سواء في المسابح، سواء في أيضا خلنا نقول الآن كثير من الناس يعني يتكلم عن التخييم، فترة التخييم، وأن الدفاع المدني يروح ويتأكد من معايير السلامة في التخييم. كذلك أيضا نتمنى بأن يصل عند الناس الوعي بأن حتى المطبخ نفسه يكون أيضا مطابق لمعايير السلامة. وإحنا ما نبي نقول بأن كل بيت لازم يكون مثلا تروح للدفاع المدني شيء يكون، ولكن إحنا نبي أهل البيوت نفسهم وأصحاب سواء رب الأسرة أو ربة الأسرة بأنهم هم نفسهم يعني يشرفون على معايير السلامة داخل المنزل، سواء من مسبح داخل المنزل، سواء من مطبخ، سواء من أي مكان كان. فإحنا أيضا نضم صوتنا لصوتكم، وإحنا كلنا شاكرين لكم أيضا إحنا كلنا أيضا معكم، وإحنا نشكر لك حضورك معنا الدكتور خالد عبد النور مدير مركز حمد الدولي للتدريب ورئيس حملة كلنا في مستشفى حمد العام، وبيض الله وجهكم. شكرًا لكم، جزاكم الله خير. المبارك يا دكتور، إن شاء الله نشوفك المرات الجاية، والبدال هالكتيب 2 أو 3 إن شاء الله، ومشاريعكم الجاية بإذن الله إن شاء الله. دعواتكم إن شاء الله. أخبار متنوعة نتابعها معاكم مشاهدينا، لكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم ترحيب، بهدف تنمية المهارات للعاملين في الوزارة أو في الوزارات والمؤسسات الحكومية. ينظم معهد التنمية الإدارية خلال يناير المقبل إن شاء الله عدد من برامج أو من برامجه التدريبية اللي راح يقدمها عدد من الخبراء والمختصين في مجال التخطيط والتأهيل. تفاصيل أكثر عن هذه البرامج نشوفها مشاهدينا من خلال هذا التقرير. الهدف من الدورات التدريبية اللي عقدها معهد التنمية الإدارية هي تطوير موظفين الدولة، وعقدنا في هالأسبوع 3 برامج: مهارات التحرير الصحفي، ومهارات التخطيط والمتابعة، ومايكروسوفت متقدم مهارات التحرير الصحفي. هو يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال صياغة التحرير الصحفي، ومهارات التخطيط والمتابعة يهدف إلى رفع قدرة المشاركين في مجال التخطيط لتحقيق أهداف الجهات الحكومية، ومايكروسوفت متقدم تنسيق وطباعة النصوص والجداول باستخدام الحاسب الآلي. عملية التسجيل أو عملية الترشيح موظفين الدولة، الحمد لله معهد التنمية يتعامل مع جميع وزارات الدولة ومؤسسات الدولة. يتم الترشيح موظفين الدولة عن طريق مدير إدارته، مدير الموارد البشرية. يتم ترشيح الموظفين في سيستم خاص بمعهد التنمية الإدارية عن نظام التسجيل الإلكتروني، فيتم ترشيحهم إلكترونيا ويوصل عندنا هنا في السيستم. فيتم الدكتور المادة يختار موظفين الدولة كلا على مسمى وظيفته، يناسب البرنامج أو ما يناسب البرنامج. هذه الدورة هي تفيدنا مهنيا في ثقافتنا صحفيا أكثر يعني من، والحمد لله المعهد التنمية الإدارية ما يقصرون في هذه. أوجه رسالتي إلى أخواني الصحفيين في الوكالات أو في الصحافة أن يأتون إلى هذه الدورات حتى يستفيدون أكثر وأكثر. مجال التخطيط أنصح أي واحد من مثلا من طبعا رؤساء أقسام أو مدراء إدارات أو حتى مستوى موظفين يعني يعملون في هالمجال، التخطيط مهم. التخطيط يبين لهم إنجازهم في العمل، يبين لهم كيف يوزعون العمل في الإدارة، كيف مثلا في نهاية السنة كيف يبينون الإنجازات اللي بينت، وإذا في أي ثغرات ممكن يغطونها من خلال الدورات هذه اللي تفيدك وتسوي لك يعني مثل تقول رفرش المعلومات اللي عندك.
طبعا مشاهدينا شفنا هذه الدورة، ولكن بذكر بأني أنا يمكن ذكرت، أنا ما أدري إيش فيني ما بيطلع من سنة 2012، لأني ذكرت بأنها يناير المقبل، ولكن هي الدورات في يناير الحالي. على العموم 2012-2013 سنينك كلها حلوة يا ناصر. الله إن شاء الله يحليك. انعقد لأول مرة في قطر مؤتمر للتقويم الأسنان تضمن مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية، إضافة إلى معرض لأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقطاع الأسنان. نعم، وأكثر تفاصيل راح نشوفها عن المؤتمر من خلال هذا التقرير مشاهدينا الكرام. تم افتتاح اليوم المؤتمر الأول الدولي لتقويم الأسنان في قطر، وهو الأول من نوعه. الهدف من المؤتمر إبراز دولة قطر ومدى ارتقاء مستوى التعليم في قطر، وأن دولة قطر الحمد لله رب العالمين تواكب النهضة وتواكب العالم في أي مكان وفي أي مستوى. المؤتمر ينقسم إلى قسمين، قسم المحاضرات وأيضا قسم الثاني اللي هو شركات حضرت من عدة أقطار محلية ودولية وخليجية لمشاركة في المعرض، تعرض فيه أحدث ما توصل إليه العلم من أدوات خاصة في مجال طب تقويم الأسنان وعامة في مجال الأسنان. يعني الهدف الأول والأخير تعريف الناس، تعريف المجتمع أن احنا نشتغل وأن احنا الحمد لله قاعدين ومواكبين أهم التطورات في مجال طب الأسنان وبالتحديد تقويم الأسنان. هناك بعض الأجهزة الحديثة، يعني مرات الواحد تكون له فرصة أن يسمع المحاضرة، بس دائما الإنسان يقدر لما يشوف الشيء يعني ويمسكه بيده ويلمسه يقدر يعرفه أكثر. ففي هالحالة الإنسان أولا بيقدر يعرف، هو تعلم مثلا تقنية حديثة لكن هو ما يعرف من الشركة المسؤولة من وين يقدر يشتريها، ففي هالحالة بتكون فائدة ربحية للقطاع الخاص وكذلك للحكومة لمؤسسة حمد الطبية وكذلك للتجار. فالمردود العام بيرجع لي أنا على دولة قطر، وأنا كقطرية يهمني طبعا تطور التجارة في قطر، ويهمني أني أنا أشتري وأربح الشركات المحلية، ويهمني أن دائما يكون عندي وكلاء في قطر بدل ما أنا مثلا أروح وأبحث في المنتج الياباني في اليابان والأوروبي في أوروبا أو في أمريكا أو في أي دولة أخرى. توقع في حد عقب المعرض دي ما يغسل أسنانه ولا يفرش أسنانه؟ والله يمكن بعضهم يتشجع أبو مبارك، لكن الأجهزة كلها قدامك موجودة على الهواء والتقاويم وكل شيء، أعتقد أنه خلاص ما في ظهرنا. أنا أبو مبارك شكلي بروح أزور المعرض. لا أنت ما شاء الله عليك أسنانك كأن هالبخة، احتضنت صحراء سيلين الجنوبية أمس الجولة الأولى من بطولة رالي باها قطر اللي تتضمن منافسات ثلاث فئات، هي الدراجات النارية والسيارات والكواد. نعم أبو مبارك، طبعا هذه البطولة مشاهدينا الكرام هي تأتي نقول في مستهل أنشطة الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية لموسم 2013. طبعا هذه البطولة شهدت مشاركة قوية للأبطال القطريين اللي حققوا نتائج مشرفة، والحلو في الموضوع مشاهدينا الكرام أن بطلنا القطري محمد المناعي هو من فاز بالمركز الأول. خلونا يستاهل.
والله الحمد لله يعني الرالي كان جيد، أيضا الأجواء كانت جيدة مناسبة يعني بداية الموسم هذا، وهي بداية افتتاحية البطولة الوطنية للراليات الصحراوية. الحمد لله عدد المشاركين كان مرضي بشكل جيد، في كثير من المتسابقين جاءوا من السعودية، من الإمارات، ومن قطر، ومن الكويت. طبعا الباهة من السباقات الصحراوية اللي تكون في مرحلة واحدة مستمرة عكس الرالي، وهي خليط من الدراجات ومن السيارات، وممكن إدخال عليها أي نوع من مثل ما جربنا اليوم التي 3 اللي هو سيارات الباقي الصغيرة. باها يعني كل تضاريس الأرض تلقاها موجودة هنا، الحجار والطعوس والوديان والبحر وكل شيء. إن شاء الله أنا نازل للفوز إن شاء الله، وتجهيزاتي الحمد لله تجهيزات طيبة، والباقي على الله إن شاء الله بإذن الله بنفوز بالرالي. هذه ثاني مشارك لنا بدولة قطر الشقيقة، كان سباق الماضي يمكن فيها رملة شوي أكثر، الآن طريق الحجري أكثر، يمكن 80% حجري والباقي 50 كيلو تقريبا رمل. احنا بشكل عام يعني السعوديين متعودين على الرمل أكثر من الحجر، والباقي على الله. دائما الراليات الوطنية هي تكون فترتها، هي تعتبر إعداد للمنظمين بشكل عام، إعداد للمتسابقين، تعرف على الطبيعة الجغرافية اللي داخل منطقة خور العديد هنا، أيضا يعني تعطي فرصة أكبر للمتسابقين القطريين أو الخليجيين إن هم يتعرفون على اختيار الإطارات، اختيار المساعدات اللي يحتاجونها للسيارات، واختبار إمكانياتهم، وهذا كله تحضير لبطولة العالم اللي هي الكروس كنتري اللي راح يكون في آخر أبريل، في 22-23 أبريل. باها بيكون صعب على السيارات وصعب على السائقين وصعب على المتسابقين، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نتفوق عليهم وفزنا بالرالي هذا. الرالي اليوم كان كثير حلو، في أماكن كانت صعبة صخرية، وفي أماكن كانت يعني بالنسبة لنا كرايدرز حلوة يعني نستمتع فيها في السواقة، وهذه بالنسبة لنا رالي هو نعتبر احنا في كروس كنتري مثل السبرنت رالي، يعني مش طويل كثير ولا هو قصير، وان شاء الله يكون اعداد زين حق بطولة العالم. طبعا هي الجولة الاولى في الموسم، وكان فيها مفاجأة سارة لحصول محمد المناع على المركز الاول، كذلك اعتلاء عادل حسين وناصر المنصوري الشباب القطريين على المنصات بمنافسة من مشاركين من السعودية ومن الإمارات، وهذا فخر لنا ونجاح. طبعا مشاهدينا شفنا هذا الرالي اللي هو أول رالي في 2013، طبعا مبارك لأخونا محمد المناعي وأيضا لعادل حسين اللي شرفونا في هذا الرالي. والفال لك يا ناصر، انت حين مقدم على باها الاسبوع الجاي. لا انا ما عندي باها، انا الراليات ماني من هذه الراليات، لكن الجميل في الموضوع ابو مبارك هو يعني خير من يمثلنا صراحه محمد المناعي، ومحمد طبعا هو من الابطال القطريين اصحاب الاعاقه اللي تقلب يعني على هذه الاعاقه ومثلنا وشرفنا، ونوجه له جدا تحية ونقول له ألف مبروك، ولا هي بغريبة عليك يا محمد. كفو عليك، كفو عليك والله، والله يعطيك العافية إن شاء الله أنت وأخوانك اللي وياك وربعك وأنتوا أهلها. بعد الفاصل نبقى مع علوم الريان، تابعونا. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في تراحيب، والآن وصلنا معكم إلى فقرة علوم ريان، ونبدأها من علوم الريس والهجن مع محمد بن بريك. محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أخوي ناصر بن سالمين، ومسي بالخير أيضا على أخوي ناصر الخليفي وعلى كل مشاهدين قناة الريان. مرحبتين محمد، ما شاء الله عليك، من صوتك مبين عندك الناموس. الله يطول عمرك، الناموس اليوم الهل الشحانية والهل قطر كافة. كافو تستاهلون. أي والله يستاهلون خير، تستاهلون خير. تباقي المحل تامن انطلق حقيقة في توقيتات زمنية مميزة، حضور جماهيري كبير، منافسات بين الشعارات المتواجدة في أرضية الميدان حتى خط النهاية، تنوع حقيقة انتقال الناموس وانتزاع الناموس أو انتزاع الأشواط اللي حقيقة يعني الناموس يتجول اليوم بين دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. وهذا دليل حقيقة على الجاهزية التامة لجميع المشاركين، ودليل آخر على موعد اقتراب ختاميات اللي الآن على الأبواب. بالنسبة اليوم كان اليوم الثاني للسباق المحلي الثالث اللي غادت بشوط أول رئيسي اليوم في حربة من ملوك الغريب بن محمد السيد، يضمنها جابر بن علي بن جاحظ المري، أنني هم الناموس يستاهلون. هذا طبعا الناموس شحاني أو قطري نقول هالوكرة أو هالدفنة، عفوا هالدفنة وليد بن محمد من هالدفنة. الشوط الرئيسي للقعدان فاز بالسراب، سراب مملوك الغدير بن حميد الراشدي اللي بدوره نقل السلام والتحيات لهل سلطنة عمان الشقيقة. بالنسبة للمنافسات الفترة المسائية طبعا توقيتات جدا مميزة، وما ساهم في ذلك هو الميادين الممتازة والترتيب والتنظيم اللي حقيقة نشكر اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وعلى رأسها سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني اللي اقتربنا من يعني عدينا نص الموسم وما زالوا يعملون بكل عطاء ومتواجدين على مدار السباقات. الله يعطيهم العافية سعادة الشيخ حمد وكل أعضاء الفريق اللي يعملون في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. والله محمد أنت الله يعطيك العافية اللي ما شاء الله عليك توصل لنا الأخبار أول بأول، بيض الله وجهك على كل العلوم اللي تجينا من أول الموسم إلى الحين. الله يعافيك أخوي ناصر، حنا حاضرين هذا شيء واجبنا. أخوي ناصر بالنسبة لأشواط الفترة المسائية أبرز وأهم أشواط اللقاية الفترة المسائية الشوطين الرئيسيين ذهبت كالعادة يعني اتجهت لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الداني اللي فازت بالشوط الأول اسمها الوجبة، يضمنها سالم بن فاران، نهنيهم الناموس. الشوط الرئيسي للقاية قعدان فاز به مهلك أيضا مملوك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمر مهلك محمد بن خالد العطية. السباق مستمر. محمد كم شوط يا محمد؟ اليوم الفترة الصباحية كانت 22 شوط. نعم. والفترة المسائية كانت 18 شوط. ما شاء الله، يعني شاء الله. يعني مثل ما قلت أنا توزع الناموس. نعم. على دول مجلس التعاون. توزع الناموس بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الإخوان من كل دول مجلس التعاون الخليجي. إحنا طبعاً بنكون وياك يا محمد إن شاء الله كل يوم، وبناخذ الأخبار من عندك، وأهم شيء الأخبار بكرة بناخذها بعد، نبي نعرف وين وصل الناموس. حاضرين أخوي ناصر. بالنسبة لميدان الشحانية وهذا سباق محلي، ولكن الإقبال الجماهيري ما شاء الله كان في ختامي، شعارات أبناء الخليج موجودة، كبار الشعارات موجودة، التنافس. نعم. حتى خط النهاية التوقيتات ما تسجل إلا في الختامية. نعم. نهني الجميع ناموس، احنا أيضا محمد بدورنا. نعم. احنا أيضا نهنيهم بدورنا ونشكر لك هذه المداخلة، ونتمنى لهم التوفيق، وأيضا نبارك لسعادة الشيخ القعقاع فوز الوجبة وأيضا فوز مهلك ولا هي بغريبة. وشكرا لك محمد بن بريك. الله يعطيك العافية محمد. راشد الدوسري طبعا علوم الجو عندك يا راشد الدوسري. راشد العلوم الطيبة إن شاء الله. الله يمسيك بالخير. طبعا يا راشد أنت تعرف الحين احنا في المربعانية. اي بس أشوفه متأخرة شوي. ما عليه، الحمد لله على كل حال. اي الحمد لله، الجو ما شاء الله حلو يعني خاصة في الليل. الجو بالنسبة لليوم ان شاء الله الجو ما في شيء، اليوم وبكرة بيكون الجو صحو، اللهم بعض السحب اللي بتكون بين متوسطة لعالية فترة خلال فترة النهار. مع بداية الفير شوية الغدة هذه الغبار الخفيف
بس عندك الهواء بيكون عندك كلها جنوبيات، جنوبي شرقي لجنوبي، من مستمر من اليوم لين بكرة بيكون في نشاط خفيف، ويكون الهواء تقريبا مكشكش يعني بشكل عام من لين بكرة. بس بكرة إن شاء الله المسيان كذي بيتحول، بيكون شمالي غربي لشمالي شرقي مستمر بعد بكرة، قصد من بكرة المساء كذي لين بكرة، لين بعد بكرة إن شاء الله. الموج اليوم إن شاء الله بيكون عندك من قدم لقدمين، بعض المناطق خاصة عسيف من قدم لثلاثة، داخل البحر من قدمين لأربعة يوصل خمسة هاي اليوم. بكرة بيخف إن شاء الله بيكون من قدمين لأربعة. اليوم الثالث إن شاء الله بيكون الجو عادي، الموج بيكون عندك من قدم لثلاثة هاي داخل البحر، بحر غدة. لكن على السيف لا، بيكون اليوم بس هو الارتفاع، والأيام الباقي لا من قدم لقدمين إن شاء الله. بيض الله ويك راشد، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، حياكم. نشكر لك هذه المداخلة أخونا راشد الدوسري اللي أعطيتنا علوم الجو بمبارك. أتوقع نحن وصلنا نهاية حلقة مشاهدينا، وصلنا لنهاية الحلقة من تراحيب. نعم، اقتراحاتكم استفساراتكم مشاهدينا ممكنكم التواصل مع فريق عمل تراحيب من خلال البريد الإلكتروني اللي تشوفونه أسفل الشاشة، ونشوفكم إن شاء الله بكرة على نفس الموعد في برنامج تراحيب. في أمان الله. الله يحفظكم.